السلام عليكم ورحمة الله. الصف الأول المتوسط إن شاء الله اليوم راح نكمل الدرس الرابع، وعندنا اليوم اليونت 6 عندنا أدوات الربط. راح نأخذ أدوات الربط اللي راح نستخدم بها أدوات الربط اللي هي but معناها ولكن، and معناها و، because بسبب، or أو، as well as معناها بالإضافة إلى، بالإضافة إلى. إذا راح نأخذ هذول الأدوات اللي راح نربط بهم بين الجمل، هذول أدوات الربط سميناهم، لأن إحنا راح نربط بين جملة وأخرى ونسميها أدوات الربط، هذه نسميها أدوات الربط. إذا حنشوف شلون استخدامها. نستخدم أدوات الربط للربط بين جملتين، يعني عندنا جملتين أكو بيناتهم فارزة، فإحنا نريد نربط بهاي الجملتين. شلون راح نربط؟ راح نستخدم هذول الأدوات، وكل واحدة إلها استخدامها الخاص. أكتبوا معانيها واكتبوها. وتأتي في وسط الجملة وتأتي في وسط الجملة أو الكلمتين كل واحدة من هذه الأدوات لها استخدام كمان. ما علينا من هذا، راح نجي على الاستخدام. but هسه راح ناخذ but ولكن، but لكن، وتعني لكن تربط بين جملتين مختلفتين، جملتين مختلفتين. أتذكر هذه أخذناها بالأفصل السابقة. ونقصد بمختلفتين إذا كانت الجملة الأولى مثبتة تكون الثانية منفية. but إذن تكون إذا كانت الجملة الأولى مثبتة يعني ما بها نفي، الجملة الأخرى تكون منفية. وإذا كانت الجملة الأولى منفية تكون الأخرى مثبتة، يعني واحدة من الجمل لازم تكون منفية وأخرى مثبتة. يعني إذا كان هناك جملة منفية وأخرى مثبتة نستخدم الأداة but لكن. وإذا احتوت الجملة الأولى على صفة إيجابية احتوت الثانية على صفة سلبية. إذا الأولى كان بها صفة إيجابية مثلا، شرحناها بالفصول السابقة ما راح أكد عليها هواية، مثلا I love eating مثلا sugar but I don't love it. فشوف الثانية صارت منفية، أو الأخرى سلبية. I like swimming but I feel I'm sick. إذن أنا أحب السباحة لكن أشعر أني أمرض لما أسبح. فهذه المقصد بها. فنأخذ مثال عليها. اشتريت مشغل أقراص لكنه لا يعمل. شوف I bought a CD player. هنا جملة مثبتة، اشتريت قرص CD but لكن it didn't work، لا تعمل، منفية. فإذا نربط بالأداة but لكن معناها. وطبعا فهم الجملة هم إلى تأثير، أنه أنت تفهم الجملة بالبداية. The match was interesting. المباراة كانت ممتعة. نشوف الأخرى، ما نقرأ أداة الربط، نشوف The weather was horrible. لكن الجو كان فظيعا. نشوف يعني إحنا تلقائيا راح نعرف أنه راح نربط ب but. ليش؟ لأن هنا عندنا صفة إيجابية وهنا عندنا صفة سلبية. فإذا نربط بالأداة but. The match was interesting. المباراة كانت ممتعة. But لكن the weather was horrible. الجو كان فظيعا. فإذا هذه المثالين على but أخذناهم. إذا هذه شرحت إنه شون هذه جملة مثبتة وبعدين جاها نفي ربطنا ب but. هذه جملة إيجابية، هذه جملة سلبية، فإذا ربطنا ب but. راح ناخذ الأداة and. هذه الأداة and راح ناخذها، معناها و وتعني و، وتربط بين جملتين متشابهتين. إذا هذه الأداة اللي راح تربط، راح تربطنا بين جملتين متشابهتين، أي إذا كانت الجملة الأولى مثبتة الثانية كذلك مثبتة، وإذا كانت الجملة الأولى منفية تكون الثانية منفية، وإذا كانت الجملة الأولى تحمل صفة إيجابية تكون في الثانية صفة إيجابية. إذا هذه سهلة جدا. إذا كان الجملة الأولى مثبتة والثانية أيضا لازم تكون مثبتة، إيجابية تكون إيجابية، يعني راح نربط بين شيئين متشابهين. هذه أسهل وحدة، راح نربط بين شيئين متشابهين. The weather is hot and sunny. شوف متشابهتين، الجو حار ومشمس. إذا ربطنا بهذه الأداة وأخذناها، ما راح أكد عليها هواي. I bought a sweater for Nadia. اشتريت sweater for Nadia. اشتريت معطفا أو قميصا أو قمصلة لنادية. And a shirt for Amina. وقميص لآمنة، متشابهين اثنيناتهم.
هذه أيضا سهلة ما راح نأكد عليها. راح نجي على هذه because هذه معناها بسبب وتعني لأن أو بسبب وتعطي السبب أي إنها تربط بين الجملة وسببها. إذا كان عندنا جملة حدث وهنالك سبب لهذا الحدث فهذه راح تربط بين هذول الجملتين. مثلا Japan is green, it's rain a lot in summer. شوف اليابان خضراء بها خضار. ليش؟ لأنها تمطر بكثرة في فصل الصيف. فإذا جملة حدث وسببها حدث وسبب الحدث بيش نربط؟ نربط because. Japan is green because it rains a lot in summer. فهذه أيضا سهلة، جملة وسببها حدث وسبب الحدث نربط بأداة because. راح نجي على الأداة هذه، الأداة or. الأداة or معناها أو يعني راح نكون جملتين تفيد إنه راح نختار. مثلا تشتري قميص أو قمصلة، تشتري قميص أحمر أو أصفر، فهذه الأو راح تعطينا اختيارات، إحنا راح نختار، راح تصير جملة إحنا راح نختار بيها. وعادة ما تأتي مع الجملة الاستفهامية، على الأغلب تأتي في جملة الاستفهام. Do you like red t-shirt or do you like blue؟ نقدر هنا نتوقف، إذا نكملها معادي هنا يقول لنا هل تفضل التيشيرت القميص الأحمر أو تفضل الأزرق. فهنا شوف انطانا اختيار Do you like red t-shirt or do you like blue. احنا خلينا or، ليش؟ لان عندنا اختيار لازم نختار واحدة بيناتهم. فش نربط بأي أداة؟ نربط بالأداة or. As well as هذه معناها بالإضافة إلى، وتستخدم لإعطاء خيارات إضافية. هذه نستخدمها حتى نعطي خيارات إضافية. In the zoo I saw elephants and lions as well as tigers. هنا شو يقول لنا؟ في الغابة شفت الفيلة وشفت الأسود بالإضافة إلى النمور. فإذا هذه بالإضافة إلى النمور. هذه طريقة استخدامها أيضا سهلة. على سبيل المثال شون راح تجي بصيغة الامتحان؟ هذه هي صيغة الامتحان، إذا جدتكم بالامتحان تجي بهذه الصيغة. The car، هنا أنتوا تربطون هذه، أنتوا تدربوا عليها. The car won't start, there isn't any petrol in it. شو يقول لنا؟ يقول لنا أربط هذه الجملتين باستخدام الأداة because. السيارة لن تشتغل أو ما راح تشتغل. ليش؟ لأن ما بها بترول. فإذا إيش راح نسوي؟ The car won't start because there is no any petrol in it. هذه سهلة. هنا أيضا I bought a watch for Nadia. I bought a sweater for Amina. هذه بأي صيغة راح نربط؟ إذا نشوف الجملتين شنو بيهم صفة؟ متشابهتين، صح؟ قلنا المتشابهتين بش نربطهم؟ and. فنجي على الجملة اللي بعدها، المثال اللي بعدها. There are also، فإحنا نشوف هنا there are bears in the zoo مثلا، خلينا نقول خلينا ناخذ بس الطيور. There are also large animals like tigers and lions and elephants. يقول هنالك الطيور وأنواع الطيور في حديقة الحيوانات. بالإضافة إلى ذلك، ده حللكم إياها، بالإضافة إلى ذلك هنالك حيوانات كبيرة مثل النمور والأسود والفيلة. فبيش نربط هذه؟ نربط هذه as well as. نجي على الجملة اللي بعدها. يوسف bought a CD player. فراغ it didn't work. إيش نستعمل as well as أو but أو because؟ قلنا شنو جملة مثبتة والثانية منفية، إيش نستخدم؟ Do you like the red shirt? Do you like the blue one? أي تفضل، التيشيرت الأحمر ولا الأزرق؟ نقول إنه أربط
شلون بايش نربط؟ قلنا لما نختار ايش نخلي or او. فاذا هذا كل ما يخص ادوات الربط. فاذا نروح على كتاب النشاط، عندنا التمرين بي صفحة 70. التمرين بي راح نبدي نحل هذا التمرين. شو يقول لنا؟ هذه حتى اكتبوا الترجمة يمها، حتى اذا تريدون حتى تكون هذه على شكل قاعدة لكم، على شكل هذا تكون على شكل قاعدة دائما كل ما تنسوها ترجعون عليها. يقول لنا use فراغ to link to يعني لربط فكرتين ideas of different kinds. يقول لنا استخدم الأداة فراغ لربط فكرتين مختلفتين. بيش نربطها؟ نربطها ب but، صح ولا لا؟ لأن عندنا فكرتين مختلفتين، الأولى مثبتة والثانية منفية. use dash to give a reason for something، لإعطاء سبب لشيء ما. بيش نستخدم؟ قلنا قبل شوي أخذناها، نستخدم because. هنا يقول لنا use dash when you can choose between two things. يقول لك هنا نختار الأداة فراغ عندما يصير لنا انه نختار بين شيئين في الجملة. فش نسوي؟ خلي or. هنا عندنا use dash فراغ to link two ideas of the same kind. يقول لك هنا نستخدم الأداة لربط فكرتين متشابهتين. ايش نخلي؟ and، حتى نربط بين فكرتين متشابهتين. فهنا يقول لنا هنا نستخدم، يقول لنا لإعطاء خيارات إضافية extra choice، خيارات إضافية في القائمة على سبيل المثال. فهنا قلنا شنو as well as. فإذا انتهى هذا التمرين. هذه اكتبوا الترجمة فوقاتها حتى تكون على شكل قاعدة لكم. هذه القاعدة اللي ذكرناها قبل شوية، هذه كلها ملخصة في هذا التمرين. راح تستخدمون أدوات الربط بالشكل الصحيح. نكمل صفحة التمرين اللي بعده دي، صفحة 71. هنا عندنا عمل الجنسيات. عمل الجنسيات مثلا شون؟ For example عندنا a person from Japan has Japanese nationality، يعني عنده الجنسية اليابانية. الشخص من اليابان عنده الجنسية اليابانية. مثلا جابان، إذا نقول واحد ياباني نقول Japanese nationality، فإذا عنده جنسية ياباني. والفرنسي نفس الشيء، French من فرنس. ولكن أكو عندنا هنا، عندنا مثال على سبيل المثال، عندنا a person from Holland Dutch تسمى nationality، يعني هنالك شواذ بالقاعدة، يعني هنالك أسماء تتغير، يتغير الاسم بالكامل. وهنالك أسماء راح نضيف I أو IAN أو AN أو بس N أو ISH. فإذا الجنسيات، كلمات الجنسيات تعتبر من الصفات، يمكن عمل الجنسيات بتحويل اسم البلد إلى الشخص الذي يعود إليه. على سبيل المثال الشخص الذي جاء من اليابان تكون جنسيته ياباني، اللي قلنا عليه قبل شوي. هذه موجودة عندكم حتى بالكراسة موجودة، تقدرون نستخدم هذه الحروف في أسماء البلدان لعمل الجنسيات. إذا نسوي جنسيات نستخدم هذه، مثلا إيراك إيراكي، هي شفاء بإضافة هذه الأحرف. مثل جابان جابانيز، شوف ضفنا ESE. إيطالي إيطاليان، ضفنا IAN، صار تحول من إيطالي من إيطالي إلى إيطالي، إلى شخص يحمل الجنسية الإيطالية، إيطالي. إذا بعض الجنسيات مثل ما قلنا تكون مختلفة، هذه تختلف عن القاعدة. فنرجع نحل هذا التمرين اللي هو يقول لنا make national، يقول لنا سوي جنسيات لهذه البلدان. مثلا الهندي، الهند، الشخص الهندي شو نسمي؟ شلون نقول له هندي؟ مثلا عندنا، فخلي نجي نحل، نجي على الخانة الأولى، القائمة الأولى، احنا هنا نضيف واي او عفوا اي، هنا نضيف اي، يصير مثلا عراق عراقي. فاذا شلون راح يصير عندي؟ راح يصير عندي عراقي. بحرين شو تصير عندي؟ بحريني.
أمان شو تصير عندي؟ أماني. يمن شون تصير؟ يمني. باكستان باكستاني. قطر قطري. هذه انتهينا من عدها. نجي على الخانة الثانية اللي راح نضيف بيها إما IAN أو فقط AN أو فقط N. فكندا شو تصير؟ يلا حلوها قبل ما أحل. كنديان. وإيطالي شو تصير؟ إيطاليان. إنديان شو تصير؟ إنديان. باكستان أو فلسطيني. فلسطين شو تصير؟ فلسطينيان. أمريكا شو تصير؟ أمريكان. جيرماني شو تصير؟ جيرمان. فإذا هنا أكون انتهينا من هذه الخانة أيضا. هذه مطلوبة من عندكم تحفظوها وتعرفوها. هذه البلدان شو تضيف وهذه البلدان إيش نضيف وهذه شنو راح نضيف. فهنا نجي على القائمة الأخرى اللي راح نضيف بيها ISH. فإنجلاند شو تصير؟ إنجليش. إسبان شو تصير؟ إسبانيش. أيرلاند شو تصير؟ أيريش. تركي شو تصير؟ تركيش. سويدن شو تصير؟ سويدش. هذه الأخيرة اسكتلند شو تصير؟ سكوليش. فإذا هذا التمرين انتهينا من عنده. هذه مطلوبة من عندكم حلوها عندكم بدفتر خلي شوية بعدها حتى بصفحة 71 كتاب النشاط. هذه حلوها. نجي على التمرين اللي بعده لأن هذه المواضيع كلها أخذناها. فنجي على هذا التمرين لسن 3 موجودة عندكم بالكتاب اللي أخذناها. بين فريند سامرز بين فريند هنا عندنا. هذه أخذناها. فرح نحل التمرين اللي تخصها. هنا يقول لنا What nationality do you think Summer and Dana are؟ شنو جنسيتهم سمر ودانا؟ هما إيراكي. طلب من عندنا nationality الجنسية مو الدولة. لو قال من أي دولة إحنا نقول العراق. إذا طلب nationality الجنسية عندهم الجنسية العراقية. هنا يقول لنا in which countries can you find pen friends؟ من أي بلد تقدر توجد أو تلقى صديق المحادثة أو صديق الرسائل؟ من كل أنحاء العالم إحنا نقدر نلقى مو صحيح؟ إذن country in country all over من جميع أنحاء العالم. إذا نقدر نوجد أصدقاء المحادثة من جميع أنحاء العالم. Where did Summer get the photographs of Canada؟ من وين جابت الصور عن كندا؟ تذكرون لما كانوا المحادثة بيناتهم إنه قالت لها هاي الصور منين؟ قالت من صديقتي مش اسمها جودي. إذا from جودي. صديقتها بالمحادثة. Why did Dana ask for the name of the magazine؟ ليش دانا سألت على اسم المجلة؟ ليش؟ هي هم رادت انه تسوي صديقة مراسلة، تلقى لها صديقة مراسلة. She wanted
to find a pen friend. هي أيضا رادة أم هم تشوف لها صديقة للمراسلة. نرجع على كتاب الطالب نشوف بعد عندنا which was، يعني هنا أقول لنا which one is Yoki. تذكرون Yoki اللي تكلمنا عنه؟ إحنا تقريبا هذا اليونت كله إحنا نتكلم عن Yoki وبلد Yoki. read and help فؤاد find Yoki. قول لنا اقرأ وساعد فؤاد حتى يشوف من هو Yoki. هنا المطار، الواصلين من المطار. ف Yoki send this description to Fuad. Yoki does هذا الوصف، وصف هذا الوصف دز الفؤاد حتى أول ما يشوف Yoki يتعرف عليه. فش يقول له؟ I am quite short. أنا قصير بعض الشيء. And I have short black hair. وأنا لدي شعر قصير أسود. I will be wearing a t-shirt and green jacket. راح أكون لابس t-shirt وجاكيت أخضر at the airport في المطار. فلحد الآن المواصفات عليه من تنطبق. شوفوهم. You will recognize me أو عفواً you recognize my parents easily. يقول راح تتعرف على والداي بسهولة. My father is very tall. أبي طويل جدا. And he has glasses. لديه نظارات. شوف طويل جدا وعنده نظارات. فده يوصف لهم. He always wears dark suit. هو دائما يرتدي البناطيل العميقة اللون. My mother is shorter than my father. أمي أقصر من أبي. فنشوف هنا عندنا الأم أقصر من الأب. Her hair is gray. شعرها يعني تقريبا يقول مشيب. She always wears a kimono. هي دائما ترتدي الكيمونو، اللبس الياباني. فإذا عرفنا أنه هذا هو الصبي وهذا الأب وهذا هذه الأم. تقدر راح تتعرف عليهم بسهولة. فبعدها فؤاد meets Yoki. التقى فؤاد بيوكي. فهنا دار الحديث بيناتهم. Yoki يقول Hello are you فؤاد؟ فؤاد يجاوبه هذا Yoki. هذا فؤاد. Yes and you must be Yoki. Hello. فقال له اي انا فؤاد وانت المفروض تكون Yoki. فيوكي يرجع يسأله How do you do? Come and meet my parents. تفضل والتقي بشون، مثلا نقول شلونك، تفضل التقي بأمي وأبي. فيوكي يرجع يتكلم This is my father. Dad, this is my Mr. Salam. And this is Fuad. فعرف أبوه، يوكي عرف أبوه على مستر سالم اللي هو أبو فؤاد وعرفه على فؤاد. How do you do sir؟ كيف حالك سيدي؟ هذا فؤاد. ومستر أونو اللي هو أبو Yoki يقول له How do you do؟ You are very welcome. أهلا بك، أهلا وسهلا بك. فإذن دار هذا الحديث بيناتهم. الحديث ما راح أقرأ لك، أنتوا حاولوا تتهجوا وتقروا إن شاء الله. درس الأخ أرجع أقرأ لكم هذه، لكن تدربوا عليها. السل كلمات اللي ما تعرفوها حاولوا تشوفوها أنتوا، تسألون بها حتى تكون عندكم معرفة. ومن هذا الكلام أنا راح أطلع لكم راح نطلع لكم قطعة مثل القطعة تحفظوها، هي تصير الفرق بين العادات اليابانية والعادات اللي موجودة بالعراق. راح نطلع لكم قطعة بسيطة من هذه تحفظوها. فهنا فؤاد's first meal in Japan. الوجبة الأولى لفؤاد في اليابان. فهنا شو يقول لنا؟ Listen and read. استمع ثم اقرأ. Then look for difference between Japan and Iraq. يقول ثم أوجد الفرق بين اليابان وبين العراق. هنا مستر أونو
اللي هو أبو يوكي مستر أرنولد يقول لهم كم أند إيت تعال وأكل فؤاد Are you hungry هل أنت جائع فؤاد يجاوب Yes I am نعم أنا جائع But where do I sit وين أقدر أجلس فهنا يوكي يقول له We don't sit on chairs when we eat فهنا يقول لنا يوكي يقول احنا ما نقعد على الطبلة وما نقعد على الكرسي لما ناكل We kneel on the floor like this احنا نقعد على الارض هيك مثل هيك اذا شوف يقول له هيك نقعد بالقاع فؤاد I see اشوف We sit on the floor in my house I see يقول له فهمت نقعد على الارض وهنا نرجع يكمل الحوار يكمل الحديث مستر اونو يكلم let's eat then هيا لنأكل فؤاد what are these ما هذه يسأل عن الأكلات what are these يقصد هذول العيدان اللي بيده هذول اللي يأكلون بها اليابانيين فيوكي يقول له chopsticks in Japan we always eat with chopsticks هذه عيدان العودة اللي يأكلون بها فيقول احنا باليابان دائما ناكل بهذه العيدان Oh, in my country we usually eat with knives, forks and spoons. فؤاد يقول له في بلدي احنا على الاغلب ناكل بالسكاكين والفروكس المعالق او الشوكات والسبونز المعالق. فيكمل الحوار بيناتهم. فش يقول له فؤاد يقول It's harder with chopsticks. يقول صعب انه يعني يقدر ياكل بهذه العيدان فيوكي يقول له you will learn راح تتعلم فؤاد شي جابه or I'll be hungry او اني راح اجوع ففؤاد يرجع يتكلم this is very nice fish هذه مثلا شو نقول سمكة طازجة لذيذة how do you cook it شلون طبختها فمستر اونو جاوب We don't cook it This is raw fish We eat it with sauce فيقول له هذه السمكة مو مطبوخة هذه السمكة احنا هي نية احنا ناكلها مع الصوص فهنا فؤاد اتعجب فسأل Really حقا At home my mother always cooks the fish بيتنا يقصد بي في بيتنا انه امي دائما السمك تطبخه فمستر اونو تتكلم well sometimes I cook fish احيانا اني اطبخ السمك but I like it this way اني احبه بهذه الطريقة فؤاد يسأل do you cook the meat هل تطبخون اللحم فمستر اونو تجاوب تقول له Of course, we always cook meat. احنا دائما نطبخ اللحم. Have some of these vegetables. اكل بعض هذه الخضروات. فؤاد شي يقول Oh, thanks. Well, حسنا. It's different from home. انه مختلف تماما عن اللي موجود في بيتنا. But it's tasty nice. لكن طعمه يكون طعمه جيد جدا او لذيذ. فهنا راح نتوقف فراح ناخذ موضوع بالقواعد موضوع المستقبل المستمر لكن الانشاء هذا هنا راح نعطيكم انشاء هذا الانشاء اريدكم تكتبوه تحفظوه هذا الفرق بين في العراق واليابان فهو بالبدايه قال لنا شوف ايش اكو فرق بين العراق واليابان من حيث هذا الموضوع اللي اخذناه هسه فهذه لخصناها In Japan, people always kneel on the floor. في اليابان الناس دائما يجلسون على الأرض. But in Iraq, we sometimes sit on the floor. لكن في العراق نحن أحيانا نجلس على الأرض. Japanese people always eat إحنا أسقنا عليها العيدان. Chopsticks يأكلون بالعيدان. But we always eat with knives. لكن نحن دائما ناكل بالسكاكين.
وفروكس والشوكات and spawns والمعالق. Japanese people sometimes eat raw fish. الناس السكان اليابان وناس اليابان احيانا ياكلون السمك وهو ني. But in Iraq we always cook fish. لكن في العراق نحن دائما نطبخ السمك. فهذه مطلوبة من عندكم وهذه مهمة. هذه مطلوبة ومهمة، وبالأخير إن شاء الله أحدث لكم بعض الكلمات حتى تحفظوها. الكلمات المهمة نتحول إلى موضوع آخر، موضوع قواعدي راح نأخذه تنقلها عندكم. هذه القواعد مهمة تنقلها عندكم. المستقبل المستمر future continuous، المستقبل المستمر future continuous. المستقبل المستمر إيش هو؟ يستخدم المستقبل المستمر للتحدث عن أحداث سوف تحدث في المستقبل بعد ما حدثت، لكن ستحدث في المستقبل في وقت محدد. فإذا مثل ما عرفنا الأحداث اللي راح تحدث في المستقبل وفي وقت معلوم. إذن القاعدة مالتها شنو؟ القاعدة الفاعل subject، الفاعل زائدا دائما will be، دائما will be زائدا الفعل be ing زائدا تكملة الجملة. أعيد، فاعل السبجكت مثلا يوكي، أحمد، أنا، وي، نحن، هم، فهذا سمي الفاعل. الفاعل زائدا will be زائدا ing فعل يحمل ing، فعل be ing، verb be ing، وبعدين تكملة الجملة. سهلة جدا، مثل يوكي will be wearing، يوكي will be wearing a t-shirt and green jacket. ال يوكي راح يكون مرتدي t-shirt و t-shirt ما أحدد اللون، لكن راح يكون مرتدي t-shirt وجاكيت اللي هي قمصلة خضراء. هو لابس الآن؟ لا، لكن في المستقبل لما نروح للمطار راح يلبس هذه الملابس. إذا نحن نتكلم عن المستقبل المستمر future continue، ليس منها future continue بها ing. إذا هذه بالنسبة لتكوين الجملة، هذه بالنسبة لتكوين الجملة. راح نجي عند النفي، شلون راح ننفي؟ عند النفي بعد will، فقط بعد will نخلي not، بعد will نخلي not، بعد will نخلي not. سهل جدا، يعني نفس الجملة يوكي will not be wearing a t-shirt and green jacket. سهل جدا. أما في حالة الاستفهام، في حالة الاستفهام فيتقدم الفعل المساعد على الفاعل. يعني شو نسوي؟ هذه ال will فقط نجيبها نخليها بالبداية، فقط ال will نخليها نجيبها بالبداية. Will Yoki be wearing t-shirt and green jacket؟ نخلي علامة استفهام. هذه في حالة الاستفهام، السؤال، السؤال بالمستقبل المستمر. هذا كل ما يتعلق بالمستقبل المستمر. نبدأ نحل بعض التمارين اللي أخذناها قبل شوية. description الوصف، الوصف اللي وصف يوكي. من خلال هذا الوصف راح نطلع عدة مرادفات. هذه المرادفات مطلوبة ومطلوب نحفظها. know يعني يعلم، فإذن شنو؟ recognize المرادفة مالتها أو معناها. a Japanese dress اللبس الياباني، كيمونو، اللبس الياباني هو كيمونو. father and mother شنو؟ يعني تعني إذا نجمع الفادر والمذر شو يصير؟ parents. يعني انطينا بالتمرين انه انطي كلمة توصف هذه الأشياء، يعني انطينا كلمة تعرف انه تعرف من خلالها معنى know، recognize،
توصف هذه الكلمة Japanese dress انطيني كلمة توصفها فكيمونو father and mother الأب والأم انطيني كلمة توصفها parents الأبوين نجي على هاي الملاحظة يقول لنا the future continuous tense هذا اللي أخذناها المستقبل المستمر انطيني هذه الملاحظة عليها مثال عليها يقول study these examples and complete the rule below يقول ادرس هذه الأمثلة ثم اكتب القاعدة تحت فإذا هنا يقول لنا I will be wearing a t-shirt سوف أكون مرتدي التيشيرت أو القميص هاي أولا don't phone Rami between 7 and 8 o'clock tonight he will be doing his homework فيقول لنا to make the future continuous tense إذن يقول لنا أنت أنشئ لنا القاعدة إذن أول شيء شنو أول شيء الفاعل أخذناها قبل شوية الفاعل السبجكت وبعدين شنو ال will be هذه القاعدة وبعدين فعل مع ing هنا نكون كملنا القاعدة هنا كملت القاعدة عندنا المستقبل المستمر فننزل نشوف بعض التمارين المهمة اللي راح نحلها هذا التمرين هذا التمرين راح نحله يقول لنا use the correct forms of these adjectives to complete this sentence يقول لنا خلي هذه الكلمات بالفراغات مع مراعاة الجملة حتى تطلع الجملة عندنا بشكل صحيح Yoki is than بعد than احنا سيشن خلي هنا هنا اليونغ معناها شاب او يافع tall معناها طويل plump يعني عنده جسم ممتلئ جسمه مليان big كبير small صغير short قصير old يعني تجي بعدة معاني يعني أكبر أو أقدم أو فهنا يريد إحنا نستخدمها بهذه الفراغات مع نحولها إلى صفة نحولها إلى صفة ثم نستخدمها في المكان المناسب إذن يوكي is فراغ الصفة مالته شنو than zero فإذن يصير نخلي هذه younger أصغر من خلال اللي وصف اللي قريناه قبل شوية في الديسكريبشن اللي انطانا اياه هو but فراغ than Rico احنا من خلال هنا نشوف هذه الاسامي اللي مكتوبين عليهم هسه ننطيهم اساميهم هنا نخلي نفسها لكن نخلي العكس older Mr. Ono is فراغ and فراغ than Ono than Mr. Ono إذن shorter أقصر و plumper إذن حولها كلها صفة than Mr. Ono هنا أيضا راح لكم اياها بشكل سريع bigger وهنا ايضا smallest الاصغر وهنا عندنا tallest الاطول إذن نحل التمرين اللي بعده التمرين اللي بعده شو يقول عندنا read فيقول لنا اقرأ هذه لما نلتقى أول وجبة أكلها فؤاد مع يوكي باليابان فهنا يقول لنا أشر على المكان اللي دائما يسوون هاي الشغلات أو ما يسووها people هنا يقول لنا people kneel on the floor when they eat ناس يقعدون على الأرض لما يأكلون من هم العراق ولا اليابان اليابان people sometimes sit on the floor when they eat
الناس احيانا يقعدون على الارض لما ياكلون. اليابان احيانا يقعدون ولا دائما؟ دائما. العراق دائما ولا احيانا؟ احيانا. فاذا نختار العراق. People always cook fish. دائما يطبخون السمك. العراق، لان احيانا اليابان تاكل ني. People always cook meat. الناس دائما يطبخون اللحم. اذا العراق واليابان اثنيناتهم. People sometimes eat with knives, forks and spoons. Sometimes اذا اليابان احيانا والعراق عفوا. هنا يقول لنا استخدم always or sometimes or never في هذه الجمل. Complete the sentence about Japan عن اليابان. فنعرف always دائما، sometimes احيانا، never ابدا. فاذا يقول لنا استخدمها في هذه الجمل. فاذا نجي people kneel on the floor when they eat. اذا always دائما يقعدون على الارض لما ياكلون. People فراغ sit on the floor when they eat. يجلسون على الارض عندما ياكلون. اذا هذه never. ما يجلسون على الارض انما kneel يركعون على الارض. People فراغ eat with chopsticks. فاذا من هم اللي ياكلون بالخواشيك؟ اليابانيين. دائما ولا احيانا ولا always؟ دائما. People use knives and forks and spoons. من هم اللي يستخدمون؟ اليابانيين. احيانا احنا نتكلم عن اليابانيين. فاذا never لا يستخدمون ابدا. People فراغ eat raw fish. فاذا دائما ولا دائما ياكلون السمك الني؟ لا، احيانا مو كل مره. Sometimes. People فراغ cook meat. اذا اليابانيين يطبخون اللحم دائما ولا احيانا ولا ابدا؟ دائما. اذا انتهينا من هذا التمرين. ايضا هنا هذه اخذناها، هذه كتبنا لكم. هي اكتب الفرق بين العراق واليابان، هذه موجودة، هذه قلت لكم عليها تكتبوها وتحفظوها. ولهنا نتوقف ان شاء الله، ننهي الدرس ونكمل ان شاء الله الدرس الجاي.